العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء الواثبين لظلم آل محمد محمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني والقاطعين أراكة كي لا تظل في ظل أوراق لا وغصوني والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعا راسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرى وقلب مكمدين محزون نادت وأظفار المصاب بقلبها يا ويلي نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتا عز على العداد معيني أبتا هذا السامري وعجله تبعا وما للناس عن هارون أي المصائب أتقي بتجلد هي مذ هي في النوائب مذ حييت قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسرهم ضلعي وقد عرفوني والبضعة اللي قلت يا أبو يحفظوها حتى عليك
عليك من البكاء بو يمنعوها ولا كفاهم عاد حتى سقطوها فعل الذي سواه يفطر حتى الجبال ما حد يا بويا يحمله واني حملته والمحسن اللي في وساط بطني طرحته حيدر علي الكرار طلعوا من حجرته راحوا يجرونا يا ابو ابراهيم بحبا وصيت فوق المنبر بالدرتي المعصومة وجتني يا بويا بعدك هالأمتي المشومة ليتك تشوف الغالية يا ويلي فوق الوجه ملطوم وخان الوصية بعدك ودار الوحي حرقوها إذ قل بقعد بقعد على قبرك وبنعي وبصيح يا عز ويا منعي يا منعي على وشني كسرو الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نبي الرحمة شفيع الأمة صلى الله عليه وآله اختص بهذا اللقب الشريف دون غيره من سائر الأنبياء وما ذاك إلا لما للرحمة من أثر في عالم الوجود فهي الصفة الإلهية التي بها قامت الحياة كل هذه الدنيا ما أسست وما خلقت إلا على رحمة الله عز وجل لولا رحمته بنا لما خلقنا ولما أوجدنا فلننظر أولا في بيان معنى الرحمة ما هو ثم في بيان الفرق بين الرحمة الإلهية والرحمة البشرية وثالثا نتعرف على أكبر مظهر وأعظم تجل للرحمة الإلهية في عالم الوجود ألا وهي الرحمة التي ظهرت وتجسدت في شخص نبينا الأعظم نبي الرحمة محمد صلي على محمد الرحمة انفعال نفساني
صفة نفسانية كسائر الانفعالات. حينما يرى أحدنا فقيرا في الشارع جالس بحالة مزرية، أنت لا تتمالك إلا أن تمد يدك في جيبك تخرج شيئا من المال تضعه في يد هذا الفقير. هذا الفعل مظهر من مظاهر الرحمة القلبية لديك. أو حينما تستثار النفس بأي مثير خارجي آخر، كما إذا شهدت يتيم صغير لا تتمالك إلا أن تمد يدك وتمسح على رأس هذا اليتيم، تتودد تتحنن تتعطف به. هذا الفعل أثر من آثار الرحمة القلبية لديك. أو عندما تسمع عن مصيبة محزنة أو خبر مفجع كمصيبة الحسين عليه السلام، لا تتمالك نفسك إلا أن تنفعل تتأثر. هذا البكاء هذا العزاء مظهر من مظاهر الرحمة القلبية لديك. فالرحمة انفعال نفساني، تستثار النفس فتنفعل وتتأثر بأي موقف محزن أو خبر مفجع، حينها تظهر العواطف الجياشة والانفعالات الداخلية التي تتترجم على هيئة سلوك يبرز من الإنسان في هذا الظرف الخاص أو ذاك. السؤال الثاني: هل يوجد فرق بين رحمة الله عز وجل ورحمتنا نحن أبناء البشر أم لا؟ هنا خلاف، نزاع حصل بين الحكماء يعني الفلاسفة وأهل المعرفة يعني العرفاء في مبحث لطيف، بل هو علم قائم مستقل بذاته، ألا وهو علم العرفان النظري. إذا سامع به علم العرفان النظري، إنما هو علم معرفة الأسماء الإلهية. نحن كثير ما نطلق على بعضنا البعض شيئا من أسماء الله ونتسمى بها على نحو الكناية العناية تجوز، لا على نحو الحقيقة. فنقول الله عالم، وهذا الشيخ المفيد عالم. وإيش أكو قياس؟ أوه السماء والأرض، لا يوجد أصلا مقارنة. هذا علم بشري كسبي تحصيلي مسبوق بجهل ملحوق بجهل محاط بهالة واسعة من المجهولات. بلغ ما بلغ، علم ما علم، هذا الإنسان يبقى جاهل في محضر الحق سبحانه. وقل ربي زدني وما أوتيتم من العلم إلا. إذا تب حسب الدقة هذا ليس عالم، إنما هذا متعلم قد اكتسب وحصل العلم، لا يقاس مع ذلك العلم الإلهي العلم المطلق العالم بحقائق الأمور كلياتها جزئياتها دقائقها لطائفها قبل أن تقع بعد أن تقع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما في قياس. الله حي وانت حي وهذا حي وكلنا أحياء، هل يوجد مقارنة؟ وبعد المشرقين أي حياة هذه؟ مجازا نحن نعبر عن أنفسنا أحياء، هذه ليست حياة. إنك ميت، يقول هذا على نحو الدقة، مو ستموت، لا ميت ميت، لأن الحي الحي هو مالك الحياة هو واهب الحياة. أما إذا واحد ما يملك لنفسه لحظة حياة إذا جاء أجلهم كيف تعبر عنه حي؟ إذا تريد تشوف الحي الحي، الله لا إله إلا هو الحي، هذا الحي، هي الحياة المطلقة. لا
قياس أصلا، هذه مسامحة. احنا نعبر عن نفسنا أحياء، نقول علماء، نقول الله قادر وأنت قادر تقتدر على الأشياء. أي قدرة هذه؟ أصلا لا حول ولا قوة. هنا أيضا نفس الشيء، الله رحيم، بل هو أرحم الراحمين، وأنت رحيم يقال عنك. إذا رحمت الفقير، إذا رحمت الصغير، إذا رحمت اليتيم، فهل يوجد قياس بين هاتين الرحمتين؟ هنا وقع النزاع. فلاسفة يقولون أكو فرق، العرفاء يقولون ماكو فرق. شوف الخلاف حين. فلاسفة يقولون نعم يوجد فرق. لما؟ لأن الرحمة البشرية انفعال من الانفعالات، والله عز وجل لا تجوز عليه الانفعالات، حاشا لله. وتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. والله بعد ما تأخذها الأمور النفسانية والأمور القلبية والحالات الجياشة وما شاكل، هاي موطنها قلب، القلب في بدن، والعياذ بالله هذه كلها ما تجوز على الله. الله فاعل وليس بمنفعل، الله مؤثر وليس بمتأثر. ليست رحمته كرحمتنا، لا تخلط حين تقول الله رحيم وانت رحيم نفس الشيء. إذن ما هي رحمة الله عز وجل؟ قالوا إنما هي فعل من أفعاله، وهذا هو فرق الرحمة الإلهية عن الرحمة البشرية. إحنا انفعال، أما الله فعل. ما هو هذا الفعل؟ إنما هو فعل الإفاضة. شوف، إذا أفاض الله عز وجل على شيء بنعمة الوجود والحياة والحركة فنقول إن الله رحمه. فلان مات رحمه الله، يعني وإيش؟ هي رحمة الله بس على الميتين، وإحنا نحن أولى بها. وهي رحمه الله يعني أفاض عليه نعمة حياة جديدة بعد هذه الحياة الدنيا، وهي معنى الرحمة الإلهية. فالفرق واضح بين الرحمتين. العرفاء يقولون لا خطأ، ما نقبل الحكي هذا كله. ليش؟ قالوا لأن لا توجد عندنا في الوجود إلا رحمة واحدة فقط وفقط، ألا وهي الرحمة الإلهية. بس تقسمونها قسمين، بشرية وإلهية، بس رحمة الله ماكو غير. وهالرحمات اللي عند البشر قالوا ما هي إلا مظاهر، مرايا، ظلال، انعكاسات. وإذا تريدها بحسب التعبير القرآني قل إن هي إلا آثار رحمة ربك. هكذا آثار. فرحمة الأم بولدها هذه رحمة من الله عز وجل، أودعها في قلب هذه الأم، هي رحمة إلهية. وكل من يظهر هذا الخلق، كل من يظهر هذه الصفة، رحمة الأستاذ بالتلميذ، ورحمة القوي بالضعيف، ورحمة الغني بالفقير، هاي كلها رحمات إلهية يبثها في قلوب الخلائق. حتى رحمة النبي صلى الله عليه وآله، نبي الرحمة هو، من وين؟ شيء من عنده؟ لا، فبما رحمتين من الله، يقول هاي رحمة من الله أودعت في قلب النبي صلى الله عليه وآله. لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هاي كلها مظاهر وانعكاسات للرحمة، فهي رحمة واحدة فقط إلهية. الرحمة الإلهية على نحوين، عامة وخاصة، اللي نقول عنها إحنا بسم الله الرحمن، رحمن ورحيم، ثنتين أكو. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، رحمن اسم خاص بس الله، رحمن لصفة عامة، صفة عامة شمولية، والرحيم بالعكس اسم عام، رحيم 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 تقول لصفة خاصة.
وإذا تريدها بحسب التعبيرات والاصطلاحات العلمية نفس المضمون نفس الفكرة، ماكو شيء جديد. هاي الرحمة الإلهية الرحمانية العامة هم يصطلحون عليها، يسمونها الرحمة الاستحقاقية، وذيك الثانية الخاصة الرحيمية يسمونها الرحمة التفضلية. ثنتين أكو، استحقاق وتفضل. وخير آية جمعت بين الرحمتين قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. هاي عامة اللي يستاهلها والما يستاهلها، حتى الكفار أكم عايشين يتقلبون في رحمات الله عز وجل، هي كلها رحمات. اللي شوف متى ما أفاض نعمة الوجود على شيء فقد تحققت الرحمة. هاي الشمس رحمة، الماء رحمة، الهواء، المعدة، الحيوان، النبات، هي كلها رحمات. نرتع نتقلب ليل نهار في رحمات الله عز وجل، حتى الما يستاهلون عايشين على الرحمة الإلهية. إذن إذا هي وسعت كل شيء، شملت كل الأشياء، يعني تشمل المؤمنين وغيرهم، يقول لا الحين نريد نبرز الرحمة الرحيمية التفضلية الخاصة الثانية، فسأكتبها للذين يتقون. يقول المتقين تغمرهم رحمة إلهية لا يشاكلها لا يشاكلهم أحد. هاي زيادة، هاي تفضل من الله، مو استحقاق، لا زيادة على الاستحقاق. وأكبر مظهر أعظم تجل في الوجود ظهرت فيه الرحمة الإلهية، في من ظهرت، في من تجسدت هذه الرحمة الإلهية بقسميها العامة والخاصة الرحمانية والرحيمية، إنما ظهرت وتجسدت في شخص نبي الرحمة، نبينا الأعظم محمد. حتى قال عنه القرآن وما أرسلناك إلا رحمة عالمين. عالمين هي صيغة جمع، مو مثنى، مو عالمين. بعض الناس يصورون كله عالمين يعني الإنس والجن، لا، أكو كسرة تحت عالمين وداخل عليها اللام، صيغة جمع داخلة عليها اللام. وش تسوي؟ هاي ماذا تفيد؟ ها؟ عموم، الشمول، الإطلاق، مو هالشكل. يقول علماء العربية ما لم ترد قرينة تدل على الخلاف، إذا اجت قرينة يمكن تصرف تصرف هذا العموم، لكن إذا بقيت على حالها يعني تشمل كل العوالم، شمول عالمين يعني كل العوالم، أنت رحمة على كل العوالم، مو بس عالم الإنس ولا عالم الجن، مو الثقلين فقط، أنت رحمة حتى على عالم الملائكة، رحمة على عالم الأشجار، رحمة على عالم الجبال، أنت رحمة حتى على الحيتان في قعر البحار والمحيطات، رحمة على كل. هذا معنى الآية لا. إطلاق، إذا إجت قرينة يمكن تقيد. شوف مثل قوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هاي شلون كل العوالم؟ لا، أكو قرينة واضحة في الآية، نساء يعني أنت مصطفات ومطهرة، لكن ليس على كل العوالم، إنما فقط على خصوص عالم النساء. أنا قال نساء العالمين يعني قيد الإطلاق، لكن إذا أطلق ولم يقيد مثل يقول الحمد لله رب العالمين، يعني وإيش يعني رب العوالم كلها، هذا معناته. هنا أيضا بنفس القوة ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني أنت رحمة على العوالم كلها. أي عظمة هذه، أي جلالة شأن هذه، أي مقام كبير هذا الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله حتى صار رحمة على كل شيء. هي إشارة إلى الحقيقة النورانية، إلى الحقيقة المحمدية
التي صارت هي علة الإيجاد، كما هو وارد في سورة النور المباركة وفي الروايات العديدة. جابر أول ما خلق الله ما هو؟ قال أنا إيش مدريني، تسألني هالأسئلة هاي توهقني. قال أعلم يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقني قبل خلق الخلائق بألفي عام، ثم خلق مني من ذلك النور كل شيء. يقول الله نور السماوات والأرض، يعني هو المنور. مثل نوره، المثل مو لله، حاشا لله، ليس كمثله شيء، المثل لنور الله في الأرض. مثل نوره، هذا النور الإلهي الذي به أشرقت الدنيا وأضاءت الأكوان والعوالم، وإلا كانت مطمسة مظلمة، كل شيء ماكو، لا سماء ولا أرض ولا ملائكة ولا بشر ولا حجر ولا شيء. أول ما خلق الله عز وجل خلق هذا النور. أي نور هذا الذي خلق الله، خلقه الله قبل كل شيء؟ هذا النور هو نور نبينا الأعظم محمد. ومن نوره الأقدس أشرقت هذه الدنيا وأضاءت الأكوان والعوالم، فصار النبي رحمة للعالمين. هاي الرحمة التي يعرضها القرآن بصورة مشرقة، لقطة رائعة في آخر سورة التوبة. شوفوا شلون يقول: لقد جاءكم رسول من هاي شلون من؟ يعني نازعين نفسه من نفوسنا، كما ورد في زيارة الجامعة أيضا: وأرواحكم في الأرواح، نفوسكم في النفوس. أي إشارة إلى هاي الرحمة، الرحمة المحمدية التي ظهرت فيها الرحمة الإلهية. من أنفسكم، يعني ألم نفسه من ألم أنفسكم. إذا تتألمون هو يتألم. علماء النفس رادوا يحللون هاي، كيف يعني تتألم النفس إذا يصيد الأمة الإسلامية شيء هو نفسه تتألم؟ يقولون كحال الجنين مع أمه بعد الانفصال، بعد الولادة، خصوصا السنتين الأوليتين في ولادته. إذا أصيب الولد بشيء تهجس الأم ألم الولد، حتى لو كان بعيد عنها، ما أشوف إلا تتألم. وش فيش؟ يقول كأن الولد في شيء، كأنه مسافر بعيد عنها أو هي مسافرة عنها، لكن أكو اتصال لاسلكي بين الروحين، بين روح الأم مع روح ولدها. وهذا قياس مع الفارق من باب ضرب المعقول بالمحسوس، تخيب المعنى، وإلا المعنى أدق. إذا تصاب أمته بشيء هو يتألم وينفجع. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. إنزين الرؤوف هو الله، الرحيم هو الله، أنه الله عز وجل يصف رأفته ورحمته. يقول إذا تريدون تشوفون الرؤوف هذا قدامكم، تريدون تشوفون الرحيم هاي الرحمة كلها متجسدة أمامكم، رؤوف رحيم. كان قلبه صلى الله عليه وآله طاقة هائلة عظيمة من الرأفة والشفقة والحنان والعطف بأبناء أمته. أمته كانت قطعة من كيانه يتألم. إذا وجد ألم فقير أو وجد ألم مذنب، يعني هو يستشعر بآلام الذنب قبل أن يرتكب المذنب ذنبه، هو يتأثر ويستند إلى الجدار ويرمق السماء بطرفه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، على رغم ما أنزلوا به من بلاء واعتدوا على حرمته وانتهكوا شخصيته. إلا أنه كل الأنبياء دعوا على أممهم إلا نبي الرحمة لم يدعوا. هذه هي الصفة التي جعلته السيد،
صار هو السيد، سيد الكائنات، أشرف الموجودات. من وين نال السيادة والأشرفية؟ لاتصافه بالصفة التي بها خلقت هذه الكائنات جميعا. يقول محمد صلى الله عليه وآله رسول الله والذين معه، شنو صفاتهم؟ أشداء على الكفار رحماء، هاي صفته وهاي صفة أمته، رحماء. بس هاي الصفة المهمة. احنا عاد لا نعكس الآية، نقراها بالمقلوب، نصير رحماء مناك وأشداء على بعضنا البعض، نتحين الفرصة النهش في لحم بعضنا بعض. وش الحالة؟ لا يمكن أن ينطبق علينا عنوان والذين معه إن لم نتصف بالصفة التي نال بها الأفضلية والأشرفية على الخلق جميعا. يقول إذا أكو شدة، إذا عندك غلظة، إذا أكو بيك قساوة، طلعها زين، وديها منك على أعداء الله، خلك شديد في ذات الله، أشداء على الكفار رحماء. هذه تعاليمه صلى الله عليه وآله، وهذا أكبر درس يعطيه أمته في مثل هذه الليلة. يوصي على أبناء أمته، يقول أريدكم رحماء كالجسد الواحد، كالبنيان المرصوص. جسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لازم نتراحم، نرحم بعضنا بعضا. الزوج يرحم زوجته، والأب يرحم ولده، والكبير يرحم الصغير، والصديق يرحم صديقه. وإلا ما ممكن، إذا ما نشد على بعضنا بعض، إذا ما نصلح لبعضنا بعض، نتحين أخطاء هذه تمزقنا، هاي تفرقنا. زين هو اليوم سوى غلطة، باجي أنا أسوي غلطتين؟ إن لم نتصافح، إن لم نتسامح، إن لم نتراحم، إن لم نتواد فيما بيننا، لا يمكن أن ينطبق علينا عنوان والذين معه. هكذا كانت رحمته بأبناء أمته. تعال عاد الآن شوف كيف كانت رحمة أمته به. ما رأت له حرمة أبدا. عجيب غريب هالتاريخ، يعني شلون يتكلم عن قضايا تحط ايدك على راسك. مؤرخين يقولون لم يزل جسده الشريف غضا طريا في قبره. بعد هنا دعوة على القبر الشريف الطاهر، واذا بهم قد جازوا امته، قد جازوا نبيهم خير مجازات حين انتهكوا حرمته. تعال حين الصدق ما الصدق، اللي عاشوا قلب الحدث وشهدوا الوقائع، اضطرابات حصلت في المدينة، لأن انقلاب. القرآن يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم. قتل قتل اغتيال، ولحين مؤامرة الاغتيال خيوطها خفية، يحتاج أن إلها جلسات تحقيق جنائي في البحث عن سبب وفاته. كيف مات؟ كيف مات؟ بس الشكل، روايات متعددة، كل من يجي يتأول على كيفه. مريض، أي مرض هذا؟ 13 يوم. خب ماذا أصيب؟ حمى. حمى سخونة تقتل إنسان، هي حبتين بنادول. قال بعض بالسرسار الحار، قال آخر غدة في غشاء. شوف عاد إبليس الحين وين يوديك، بين أضلاعه على رئته. غدة يعني ويش؟ يعني ورم، سرطان يعني، هو أي معناته. وهكذا قال بعض أصيب بذات الجنب. ذات الجنب هي شنو؟ يعني هلوسة. هكذا تصحيح لمقولة الرجل دعوه إنه ليهجو، ويصححون كلامه. أصيب بالهذيان، غلب عليه الوجع، بعدين قاموا يعدلونها. قال آخر، هاي بعض محققي المعاصرين،
انه اصيب بمرض السل. عساكم السل، احنا وين جبتون هالمرض هذا؟ قال بعض اصيب بمرض السكري، ما سمعنا احنا عن اعراض اصيب بها صلى الله عليه واله، من تاثير على نظره او كثرة إدرار البول أو ما شاكل. كل التعتيمات. الرأي الذي أجمع عليه أرباب الصحاح أنه مات مسموم، مسموم مسموم مقتول يعني، لكن من الذي سمه ومن الذي قتله؟ قالوا سمته امرأة يهودية اسمها عبدة أخت مرحب في خيبر. وين خيبر؟ سنة السابعة للهجرة. وش هالسم هذا اللي بيظل في البدن يعني ثلاث أربع سنوات ما قضى عليه، ورايح قاتل أخوها بسيف علي، لكن في الليل سوت له مأدبة وعزمته، تفضل يا رسول الله، وجاك على نياته، وش يسوي بعد؟ وأكل من مائدتها وسممته، مع أن كل المؤرخين ينصون على أنه لم يأكل من تلك الشاة المسمومة عن طريق الإعجاز. مسموم مسموم، بس مو هاي عاد حين فيلم صففونا إلنا، هذا حكي قبل 50 سنة قصهم بي على الأوادم. أما اليوم الناس فتحت، ناس تبحث في كل شيء كيف مات. وقد منع أن يلد، يعني يحطون لي اللدودة، هذا الدواء الذي يسكب بين فكيه. لا يلدنني منكم أحد. وخالفت أوامره بعض زوجاته. من يقدر يدخل على النبي مغشى عليه؟ فتح عينه وإذا يحس بمرارة شيء في حلقه. وش سقيتوني؟ وش غززتوني؟ أنتم ما أنتم عارفين شنو مرضه، كيف تسكبون له الدواء وأنتم لا تعرفوا علته؟ ماذا سقي النبي في تلك اللحظات؟ وقد منع، لا حد يتصرف وياي، ولا حد يواي، ولا حد يمارس عملية علاجي غير علي ابن أبي طالب. كيف تدخلون عليه خفية وتمارسون معه الطبابة وأنتم لا تعرفون علته ولا تعرفون سبب وفاته؟ وعتموا القضية حتى يوم وفاته ضاع، هذا اليوم الذي اهتزت له الدنيا وصار مضرب مثل، إذا رادوا وعظمون يقولون صار كأنه اليوم الذي مات فيه. ثم لماذا خالفتم أوامره؟ مو قاعد يصدر بيانات شديدة اللهجة، جهزوا طلعوا، لا حد يظل في المدينة، لعن الله من تخلف. لماذا لم تمتثلوا أوامره؟ واللعن صريح واضح، هكذا يدل على أن المؤامرة، مؤامرة اغتيال وعملية انقلاب، انقلاب انقلاب. نامت الناس على أفضل حال، ما صبحت وإذا كل شيء تغير، من حق لا باطل. هذا يدل على أن القضية ليست بالأمر الهين أبد، ممنهجة مخطط منظم للقضاء عليه ثم القضاء على دعوته. ونجح بنو أمية في ذلك، حكموا بنو أمية، خذوا الحكم، خذوا الخلافة، وانتهكوا حرمته وتجاسروا على بيته الشريف الطاهر 6 أشهر يوقف، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فاطمة بضع مني، يرضى الله يغضب الله، روحي التي بين جنبي. كل هاي التعاليم اتناسوها وفعلوا فعلتهم البشعة. يقول ابن قتيبة الدينوري في كتاب الإمامة والسياسة: هجمات دفعات، مو هجمة، كر وفر صار ذلك اليوم. المدينة تموج بأهلها كأنها السفينة تتلاطم بها أمواج البحر، اللي جايب حطب واللي شعل نار واللي شايل صوت. هذا ويش بيت النبي؟ هذا بيت النبي. ولا تتعجب اللي تجاسروا عليه في حياته ينتهكوا حرمته بعد مماته. إذا كو بعده موجود عينا فتحا يخاطبهم: آتوني دوات وكتف، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، لا تضلوا بعدي أبدا. كثر اللغط، ازداد الهرج والمرج، اعتلت الأصوات في حضرته، والقرآن ينهى لا ترفعوا أصواتكم.
فوق صوت النبي حتى قال الرجل كلمة دعوه إنه ليهجر أخ. هي نزلت كالصاعقة على قلبه الطاهر الأقدس. حتى أغشي علي من هول تلك الكلمة أفاق من غشوته. هيا رسول الله أنا أتيك بما طلبت الحين أو بعد الذي قلته. قوموا وتفرقوا عني لكن أوصيكم في أهل بيتي خيرا. خرج عنه أصحابه فدخل علي أمير المؤمنين ومن خلفه الزهراء تسحب أذيال المصيبة والحسن والحسين يتصارخان من خلفها يناديان وجدا أيوة محمد. جلس علي عند راسه والزهراء عند رجلي والحسن والحسين على صدري يتزود منه ما ينادي في أمان الله. في دعة الله هذا ورسول الله يغشى علي تارة ويفيق تارة أخرى. يرفع فخذا يضع الآخر وكان جبينه يرشح عرقا كأنه اللؤلؤ الرطب. نظرت إليه الزهراء قالت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل رمقها النبي بطرف. بني لا تقولي هذا كلام عمك يا أبي طالب ولكن قولي وما محمد إلا رسول. قد خلت من قبلي الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أهل العزاء. حتى أغشي عليه لطمت صدرها نادت وأبتا وضيعت نادت أبا الحسن علي يا علي غمض عيونه وشيل سادة يا أبو حسين بطل ولينا المصطفى خير النبي. غربت عيني يا ابن عمي دس بليدي شوف يدير العين لين ومد رجلين. جبريل ينعى والفلك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي. يقلها يا فاطم لجرعت كاس المنية جابت يا زهرة لا تشقينا علي. وصد للحسن ومدام عبخده جرية شاف الحزن نحل عظامه وقرح العين. يقل لي يا نور العين ذوب لي من بجاه ونادى يا ابو الحسنين بالله سكت ابنايا ودعتك الله يا علي والملتقى هنايا. وشبكة الزهرة على رسول الله باليد ولن واحد على البايا بيتخفى بكلامه. نادي يا أهل بيت النبايا والإمامة بالله ادخلوا لي على المظلل بالغمامة. أطلب الرخصة من النبي سيد الكون.
نادى النبي يا أمي يا زهرة وافتح البايا هذا الذي ميهايا من حجب وبوايا يم الحسن هذا المفرق باللحبة قامت الزهرة تلطم الهام بليد أين المنادون هذا اليوم ومحمدا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يا الله تقبل عزانا اشف مرضانا فك أسرانا سهل مطالبنا.